السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bersedia soalan yang pertama dari surah Al-Baqarah ayat 87 juzuk yang pertama muka surat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. والآن كم ننتسكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. حسبك. Soalan yang kedua dari surah Al-Maidah ayat 60 juzuk yang ke-6 muka surat 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ولانكم لأنتسكن مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. حسبك. Soalan yang ketiga dari surat Yunus ayat 87 juzuk yang ke-11 muka surat 218. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa bashshiril mu'minin. Sambung kemudian teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت قبل وكنت من إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين
لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حسبك. Soalan yang keempat, Suratul Qasas ayat 38, juzuk yang ke-20, muka surat 390. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Sambung, teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ صدق الله العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.